معقول المعلم ابو سنه يعمل كده؟ والسوق كمان بيلزم بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وحصل منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا بدران، عقلي هيشت. ده الخيل. والست ضوي شايفه ايه؟ هم انا عارفها كويس، اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايزه. وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مقدرك على الاخر. مش حكايه الخيل بس اللي مقدراني، في حاجه تانية؟ في ايه؟ خير بخير يا رب. وشرف يا نجمه، ما حد قال لي. انا عيني الاثنين ما سلموش على بعض ولا داقوا طعم النوم من ساعه ما عرفت الخبر اليقين. اقول لك على حاجه يا نجمه، انا لو اعرف بالخبر ده من بدري انا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. الف حمد لله على السلامه، والف مليون مبروك لنجمه الجيل والقرن. لا 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 لا، اقول لك على حاجه، انت محسوده. لا لا لا، محسوده ولازم تترقي، ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. انت عرفت منين ان انا هنا؟ ماي هارت، ماي هارت فط قدامي الصبح بدري وسالته سؤال، وير يو جو؟ قال لي اي جو في الرمانه. ازعل ماي هارت؟ اقول لك على حاجه يا نجمه، اللي بيتكلم قصادك ده مش الملط بيضون، ده الهارت بيضون. ما تقصر، انا مش مستحمله، شكلك عايز حاجه، قول وخلص. البت بيسه قالت لي. قالت لك ايه؟ ايه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمه؟ قالت لي ان انت هتخرجي الصبح بدري. وده يهمك في ايه ان شاء الله؟ ما يهمنيش، ما يهمنيش ازاي يا نجمه؟ انت مش عارفه قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضه؟ الجماهير العريضه في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانه من جديد. ما تضرش الكلمتين وتخلص، جرى ايه؟ انا مش مستحمله، احنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجه كده تحس انها حتى وانا في المستشفى وعلى سرير المرض يا ابني. دق يا نجمه، دايما بتنسي. والمصحف الشريف، كلمه زياده لا تلاقي سكينه زي دي خارزه في رقبتك وضاعه من قفاك. ده جزاتي ان انا جاي لك وايديا مش فاضيه. لم نفسك ولم حاجتك واتكل يلا. وحياه شرفك اللي ملوش وجود يا ملط، لو شفت خلقتك دي تاني قدامي هقتلك. على العموم انا مستني ردك. ميرسي يا نجمه.